وحول مبادرة طريق مكة يلتحق بنا وكيل وزارة الصحة للصحة العامة دكتور هاني جوختار. بداية أهلا وسهلا بك دكتور، ما هي تجهيزاتكم في وزارة الصحة ضمن مبادرة طريق مكة؟ يا أهلا فيك أخي. بداية كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كنتم بصحة، موسم حج ناجح بإذن الله. بإذن الله. نسعد باستقبال الحجاج الدفعة للطائرة الأولى اللي وصلت عن طريق مسار مكة أو طريق مكة المسار السريع. إحنا في الصحة عندنا اشتراطات معينة من تطعيمات ومن بعض المراقبات الوبائية. بالنسبة لدولتي ماليزيا وإندونيسيا لا يوجد مراقبة وبائية عندهم، دول ما فيها وباء منتشر أو ما فيها أوبئة مسجلة، فبالتالي ما عندنا رصد وبائي لأي من الأمراض، ولكن يوجد تطعيمات. الآن كنا في السابق نراقب عند دخول الحجاج في المنافذ شهادات التطعيم، نطلب من كل حاج يوريه شهادة التطعيم، هذه تأخذ وقت. جميل. الآن مع إصدار التأشيرة بالتعاون مع الخارجية، لا يتم إصدار التأشيرة إلا بتوثيق شهادة التطعيم في الخارجية في سفارة المملكة في ماليزيا أو إندونيسيا، فبالتالي الحاج بيوصل بيكون إلكترونيا مسجلة شهادته، فمن يوم ما يخرج من دولته كأنه هو دخل السعودية والشهادة موثقة، شهادة التطعيمات تكون موثقة. نعم دكتور، هناك مشاركة من جهات عدة، كيف يبدو شكل التكامل والتعاون من قبلكم مع بقية الجهات الأخرى؟ والله التنسيق رائع جدا حقيقة، يعني في لجنة فعالة شغالة بشكل مستمر مع بعض ما بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وزارة الحج ووزارة الصحة، فجميع القطاعات مشاركة فيها بشكل بتمثيل عالي في الوزارات الأربعة. طيب ما هي تطلعاتكم دكتور نحو مستقبل بإذن الله؟ والله نطمح انه ان شاء الله في المستقبل نتوسع، يكون التوسع طبعا التوسع هذا بيعطيك سهوله في الحجاج المتبقيين اللي بيجوا بيخشوا دخول عادي. الان ما اصبح انت قلصت امامهم الطوابير من دولتي اندونيسيا وماليزيا، كل ما حتزود دول كل ما حتقلص الطوابير الانتظار للمراقبه الوبائيه او التاكد من الشهادات في مطارات المملكه او في منافذ المملكه. طبعا احنا نطمح في التوسع بحيث انه يشمل دول اخرى، وطبعا لكل دولة لها اشتراطاتها، لو كان فيها أوبئة معينة تسجل فحيكون التنفيذ مختلف شوية، الآلية فيها اختلاف، لكن بالنسبة لدولتي ماليزيا وإندونيسيا ما في اختلاف في التطبيق، آلية واحدة. يعني ذلك أن خطة العام الماضي نجحت، هي كانت كتجربة. نعم كانت تجربة مع دولة ماليزيا ونجحت الحمد لله نجاح ممتاز، والان تم التطبيق مع ماليزيا واندونيسيا، وان شاء الله في العام القادم نشوف دول اخرى. ما المانع ان يكون هناك دول اخرى اكثر من ماليزيا واندونيسيا؟ احنا عندنا في الصحه، انا اتكلم باسم الصحه، في الصحه عندنا اشتراطات تختلف، يعني في دول لازم نطعم فيها شلل الاطفال، في دول لازم نتاكد من تطعيم الحمى الصفراء. في دول قد نحتاج منها انفلونزا، تطعيم الانفلونزا. فيعتمد على الدوله وتطبيق الاشتراط ومدى سهولته ومدى صعوبته. فالتطعيم الحمى الصفراء هي شهاده تسجل يتم التطعيم، وفي شهاده تصدر موثقه من منظمه الصحه العالميه، فهذه برضه سهله ادراجها في النظام. شلل الاطفال بيكون التطعيم لحظي في مكان التطعيم الفموي، بيكون لحظي في وقت الدخول. فاحنا ممكن لو صارت في دوله بنشترط عليها تطعيم شلل الأطفال، فيكون عندنا فريق من الصحة في الدولة المعنية نطعم هناك قبل السفر. جميل دكتور، الآن الحجيج لربما يتساءلون، دعني أستغلها فرصة، هل هناك تخوف من نوع وباء معين هذا العام ولا ولله الحمد الأوضاع مستقرة؟ الحمد لله الأوضاع مستقرة، ما فيش أوبئة بتسجل على مستوى العالم سواء في الدول الإسلامية أو العربية او اللي فيها حجاج الان حاليا. يعني كان في تفشي للايبولا في دوله الكونغو الديمقراطيه من فتره وانتهى الحمد لله، اعلنت منظمه الصحه العالميه عن انتهاء التفشي، وكان في تفشي كمان في الهند في مقاطعه كيرلا للنيبا برضو احد انواع الفيروسات الدمويه،
والحمد لله برضو تم الإعلان منظمة الصحة العالمية بانتهاء التفشي. فحاليا الحمد لله ما فيش تفشي، ولكن في شوية نشاط لفيروس الإنفلونزا للنصف الكرة الجنوبي، وإن شاء الله إحنا مجهزين لكل دولة وحسب احتياطاتكم تردعون انتشار ذلك الفيروس دكتور. نعم، لكل دولة لها برنامج مختلف. نعم. وكيل وزارة الصحة للصحة العامة دكتور هاني جخدار، شكرا لك.